السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هشرح لكم خاصية الستوب لوز او الستوب ليميت، تمام، من الموبايل. طبعا دي خاصية مفيدة جدا، مفيدة، هتفيدك في انك لما تدخل صفقة، تمام، طبعا انت عمرك ما هتنك متابع الصفقة ال 24 ساعة في 24 ساعة، فانت عايز، فلازم ولابد انك تستخدم الخاصية دي، تمام، وتريح دماغك. يعني مش هتشوف صفقة تانية، شوف انت وراك ايه واعمله. الخاصية دي هتنفعك تماما في أي صفقة أنت بتدخلها. طيب إزاي أشتغل على الخاصية ديت، وإزاي أبدأ أشتغل بيها في أي صفقة أنا دخلتها، تمام؟ الأول ممكن تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة، ده الدعم الوحيد لنا، فياريت شرفنا باللايك لو الفيديو عجبك، وسبسكرايب لو أنت محتاج أي فيديو تاني أو أي شرح لأي استفسار او سؤال عندك، عايز تفهم اي حاجه اطلبها في الكومنت على القناه دي يوتيوب او قناه التليجرام، تمام. تمام، انا دلوقتي هشرح على صفقه انا منزلها على قناه التليجرام، تمام. قلت لك ادخل اشتري، والصفقه دي مضاربه، تمام، قضى على اليو اس دي تي بسعر ماشي برايس ناو اللي هو دولار 41، تمام. بقوم داخل على منصه باينانس، تمام، وجاي وباحث هي على العملة، قضى، تمام، يو سي دي تي، تمام، جايب على خانة الشراء وجايب الليمت، تمام، الليمت اللي هو طلب الحد، تمام، وكاتب هنا دولار 41، تمام. طبعا انت هتشتري بايه، 5% زي ما اتفقنا. انت طبعا مقسم راس مالك لثلاثة اقسام، قسم للتداول او المضاربة، وقسم للاستثمار، وقسم للكاش الطوارئ، تمام. فطبعا ديت نوع الصفقة دي مضاربة، تمام، هتدخل ب5% في الاول من المبلغ اللي انت قسمته للقسم المضاربة، تمام. بعد كده هتحدد ال5%، تمام، وهتكتب هنا هتشتري طبعا على حسب ال5% ده هيبقوا كام بالمبلغ، وتكتبه هنا في المبلغ، تمام، وتقوم ضاغط على كلمة على شراء. طبعا اول العملة لما تيجي عندها هيتنفذ، احنا منزلين اصلا الصفقة دي قبل ما توصل للدولار واحد الدولار واربعة واربعين يعني. فاول العملة لما تيجي للسعر دوت الاوردر تبعك هيتنفذ، هتلاقي الاوردر اول ما تدخل وتكتب، تمام، وتدي المنصة اوردر، هتلاقي نزل تحت هنا عند الطلبات المفتوحة، تمام. طيب حطيت سعرك الشراء والاوردر اتنفذ، عايز تحط اهدافك، هتحط اهدافك ازاي؟ طبعا هتروح على الاهداف، تمام، الاهداف انا عندي التارجت الاول على دولار و52، تمام، اقوم جاي هنا. وطبعا انت ادام اشتريت والاوردر اتنفذ هتلاقي الكميه اللي انت اشتريتها على ايه، على خانه البيع، تمام. هتيجي هنا كاتب دولار على دولار و52، تمام، وايه، وهتبيع 25%، تمام. ده الهدف الاول، لو انت عايز يعني ما تبيعش على الهدف الاول وتبيع على الهدف الثاني 25%، تمام، براحتك يعني، ديت على حسب اختيارك، انت عايز تبيع 25% من الكميه اللي انت اشتريتها على الهدف الاول ولا الهدف الثاني، ده براحتك انت، تمام. واحنا هنتكلم وليكن على الهدف الاول، تمام كده، على الهدف الاول دولار 52 هبيع 25% من الكميه اللي انا اشتريتها، ضغط على 25%، تمام. هتلاقي هنا الاجمالي طبعا اليو سي دي تي باليو سي دي تي، واقوم ضغط بيع، تمام، جابت الهدف الاول وضربت الهدف الاول وبالفعل الاوردر اتنفذ، تمام. عايز تحط انت بقى ايه، ستوب لوز، ومن هنا بقى هنا هيبدا الشرح لخاصيه الستوب لوز او الستوب ليميت، تمام. اقوم جاي طبعا بعد ما بعت 25% من الكميه، عايز هتحط الستوب لوز تبعك، هتحط الستوب لوز ازاي او الستوب ليميت ازاي، هدي رايح جاي على نفس الايه الخانه دي اللي خانه البيع، ومحدد بدل طلب حد هتخليها ايقاف الحد، تمام، على ايقاف الحد، واقوم كاتب هنا في الخانه الاولانيه سعر دخولك، انت كنت داخل على كام، دولار 41، وكاتب تحت دولار 41 برضو او اقل 5 سنت، يعني دولار و 40 95، تمام، يعني اقل 5 سنت او على، خلاها زي سعر دخولك، الخانتين اكتبهم ان هما سعر دخولك،
دولار 41، دولار 41، وتحدد الكمية كلها تمام، بحيث ان لو سعر ان لو العملة ما كملتش بقية اهدافها وارتد للهبوط تمام، فانت تيجي عند السعر دهوت هتطلع بره الصفقة خالص، يبقى انت كده المخاطرة عندك صفر، وبالعكس كمان مفيش مخاطرة، انت طالع على ربح. ليه؟ لان انت بعت اصلا على الهدف الاول 25%، فانت كده ايه كسبان. طب ايه لازمتها؟ طب ما انا ابيع على الهدف الاول 100%. لا، طب ما افرض ما تطمعش، السوق مش عايز طمع، فهي افرض هي اجابة الاهداف كلها، تقول يا ريتني ما كنت بعت الخمسة، ما بقى يا ريتني ما كنت بعت الكمية كلها، كنت تابعت بقية الاهداف تمام. وهكذا بقى، وهكذا ازاي اجابة الهدف الاول وانت امنت نفسك بالستوب لوز، واجابة الهدف التاني او جاي هنا برضو جابت الهدف التاني تمام، جاي مغير تاني وعامل ايه طلب الحد، بعد ما جابت بعد ما جابت الهدف الاول وامنت نفسك بالستوب لوز، اقوم جاي هنا عامل على الهدف، كاتب الهدف التاني تمام. الهدف التاني عندي كام؟ دولار و59، اقوم كاتب هنا دولار و59 تمام، واجي محدد ان انا 50%، انت بعت الاول 25% من الكمية، هنا هتبيع 50% من الايه من الكمية تمام. هتلاقي هنا المبلغ بالايه بالقضاء وبالاجمال اليو سي دي، هتلاقي متحدد لما تضغط على 50% تمام، وضغط بيع وتنتظر جابت الهدف التاني وضربت الهدف التاني، اقوم جاي رافع الستوب لوز. ارفع الستوب لوز ازاي؟ الغي اللي كان اللي انا كنت عامله الاول اللي على سعر دخولي تمام، واجي ايه عامل واحد تاني اللي هو جاب جايب الايقاف الحد، وكاتب هنا سعر الهدف الاول اللي هو كان على دولار 52، وهنا برضك دولار 52 تمام، وحد الكمية كلها. ليه الكمية كلها؟ عشان اللي هي لو السعر وارتد عليك في هبوط تمام، انت تخرج بره الصفقة تماما بكامل المبلغ اللي انت دخلت بيه تمام. يبقى انت كده كسبان، طلع على مكسب وما خسرتش سنت واحد تمام كده. وهكذا بقى على الهدف الثالث والرابع على حسب الاهداف اللي انا بحطها، انا ساعات بحط هدفين، ساعات بحط 3 اهداف، ممكن 4، ممكن 6، فعلى حسب بقى. وتكمل بنفس الشرح اللي انا شرحته لك دوت لحد بقيه الاهداف تمام كده تمام. طبعا اي استفسار او اي سؤال اتفضل بالكومنت على اليوتيوب او بالقناه التليجرام، عايز شرح لأي حاجة اكتب في الكومنت أو في قناة التليجرام، وياريت لو تدعمنا بلايك وسبسكرايب على قناتنا، ده الدعم الوحيد لنا يعني تمام كده تمام. السلام عليكم.